بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تعليم المايكروسوفت بروجكت as a short course. احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات على الـ WPS، وعرفنا من خلال الشرح ومن خلال كمان الـ software ازاي انك انت تعمل او how to create work breakdown structure في برنامج المايكروسوفت. قلنا كمان ان اخر مستوى في الـ WPS انت ممكن توصل له كان اسم الورك باكج، وقلنا ان الورك باكج هو عبارة عن مجموعة من التاسكس او الاكتيفيتيز. يبقى احنا كده كان لسه ما ضفناش الاكتيفيتيز، فتعال المرة دي في هذا الدرس نركز فقط على الاكتيفيتيز وازاي نضيفها على برنامج المايكروسوفت بروجكت. لكن قبل ما نضيفها خلينا بس نفهم ايه هو موضوع الاكتيفيتيز. الاكتيفيتيز او التاسكس هي اصغر حاجه انت بتعملها في مشروعك، هي اصغر حاجه او بيسموها سبيسيفيك اكشنز. سبيسيفيك اكشنز يعني احداث مركزه، احداث معينه انت بتعملها علشان تصل في الاخر الى الفاينل برودكت او الفاينل ديليفرابلز. نقدر نقول مفيش مشروع without activities مهما كان المشروع ومهما كان الصناعه اللي انت بتشتغل فيها. طيب مين اللي بيحدد الاكتيفيتيز دي؟ انا من وجهة نظر الشخصية لازم يبقى راجل تكنيكال شور، لازم يبقى راجل فنيا عنده خبرة فنية كويسة، علشان اي مشكلة هتحصل في define activities هتسمع معانا فيما بعد في cost estimate والtime estimate. وبالتالي بنقول ان define activities هي موضوع مهم بالنسبة لنا to schedule your project or to estimate project cost. الاكتيفيتيز بيطلق عليها في بعض الاحيان تاسكس، وده فعلا المصطلح اللي هو بيستخدمه المايكروسوفت بروجكت. لكن لو انت بتتكلم على البراميفيرا فالبراميفيرا بيستخدم كلمه اكتيفيتيز. اذا الاكتيفيتيز بيسموها تاسك، ايتم، ايفنت، او احيانا وركشوب. الاكتيفيتيز ليها مسميات طبقا للصناعة بتاعتك. يعني مثلا لو انا هتكلم على الكونستراكشن بروجكت، فانا لو عندي خرسانة مسلحة as a work package، اذا الاكتيفيتيز اللي جواها هتكون عبارة عن حدادة ونجارة وصب وممكن عزل ممكن معالجة وهكذا. اذا لكل صناعة المسميات بتاعتها من ناحية الاكتيفيتيز. انا انصح دايما قبل ما تشتغل على اي برنامج سوفت وير مهم انك انت ترتب ورقك، ومهم انك انت كمان تخطط. طيب ايه معنى التخطيط هنا؟ ان انا بعمل الاكتيفيتي ليست مانيوال قبل ما انشئه في برنامج المايكروسوفت بروجكت. يعني ممكن تمبلتس بسيطه زي دي اللي انا عاملها واللي احنا بنستخدمها في البروجكت مانجمنت وركشوب. التمبلت دي بتقول لك ان الاكتيفيتي ليست هو جدول بسيط بتكتب فيه هنا الاي دي، اولا بتكتب الاسم المشروع، بتكتب التاريخ اللي انت انشأت فيه الاكتيفيتي، هنا بتبدأ تكتب الاكتيفيتيز بتاعتك بوضوح. ممكن كمان تضيف على الاكتيفيتيز ديسكريبشن اوف ورك، يعني قصاد الاكتيفيتيز بتبدأ انك انت تديها ايه تفاصيل اكتر شوية. طبعا في كلام كتير في موضوع الاكتيفيتيز، لكن احنا قلنا ان الكورس بتاعنا شورت كورس، فمش عايزين الدنيا يعني توسع مننا في موضوع الشرح. بنحصل على الاكتيفيتيز ازاي؟ ان احنا بنكسر الورك باكج، يعني بنمسك كل ورك باكج في الدبليو بي اس ونعمل لها ديكومبوزيشن. طيب لو انت حددت الاكتيفيتيز او عملت الاكتيفيتي ليست، بعد كده بتقدر تحصل على او تقدر تعمل sequence activity. What the meaning of sequence activity? Sequence activity means that you will establish the relationship between activities. يعني انت هنا بتبدأ انك انت بتحدد العلاقات ما بين الانشطة. لو حددت العلاقات ما بين الانشطة هتحصل على حاجة اسمها activity network، ويمكن الكلام ده تقدروا تستفيدوا من الشرح الموجود على القناة الخاص بالبراميفيرا. هتلاقوني أنا يمكن شرح الكلام ده بشيء من التفاصيل أكتر. طيب العلاقات ما بين الأنشطة
اي نشاط يا جماعه وليكن مثلا زي النشاط بي لازم يكون ليه بريديسيسور او ليه سكسيسور او ليه الاثنين مع بعض. خليني اقول لك يعني ايه بريديسيسور. بريديسيسور يعني النشاط السابق، بريديسيسور يعني النشاط السابق، يعني النشاط الذي يسبق هذا النشاط. طيب والسكسيسور هو النشاط اللاحق او التالي او النشاط اللي هو ياتي بعد هذا النشاط. لو انت حددت العلاقات ما بين الانشطه بتحصل على النتورك. النتورك دي من خلالها تقدر انك انت تعرف المشروع ده هيخلص في وقت قد ايه، لكن بعد ما تكون حددت الديوريشن للانشطه. يعني احنا لو حددنا الديوريشن للانشطه دي هنشوف المسارات دي طولها قد ايه. يعني احنا عندنا مجموعه مسارات اهي، من خلال هذه المسارات ابدا اشوف اطول مسار، وده اللي هيكون بالنسبه لي هو المحدد لوقت المشروع، وده اللي احنا بنقول عليه كريتيكال باس ميثود. اذا الكريتيكال باس هو اطول مسار عندنا في النتورك. طبعا ليه كالكوليشنز وليه كلام تفاصيل اكتر من كده بكتير. طيب الاسهم دي بتحدد المسارات اللي احنا هنمشي عليها، زائد كمان الاسهم دي بتحدد العلاقات ما بين الانشطه. طب ايه هي العلاقات ما بين الانشطه؟ العلاقات ما بين الانشطه يا جماعه اربع انواع من العلاقات، سواء في البراميفيرا او سواء في المايكروسوفت بروجكت. يعني لو جينا نشوف مثلا اول نوع من العلاقات ما بين الانشطه بنسميه فينش تو ستارت. فينش تو ستارت يعني ايه فينش تو ستارت؟ يعني لازم النشاط الاول يخلص علشان النشاط التالي يبدا. ممكن يبدا على طول او ممكن يبدا بعد فتره من انتهاء النشاط الاولاني. في الحاله دي بنقول ان احنا عندنا هنا وقت انتظار او وقت تاخير بنسميه لاج. تمام، ده اول نوع من انواع العلاقات. النوع الثاني بنسميه فينش تو فينش. يعني ايه فينش تو فينش؟ يعني لازم النشاط الاول ده يخلص علشان النشاط الثاني يخلص، او هما الاثنين يخلصوا in the same time، يعني هما الاثنين يخلصوا في نفس الوقت. تمام، او ممكن ده يخلص وننتظر فتره عشان الثاني يخلص، يبقى اذا هنا برضو في lag. طيب العلاقه دي اسمها start to start، يعني الاثنين بيبداوا مع بعض مثلا، او ان النشاط ايه، النشاط ايه لازم يبدا علشان النشاط بي يبدا. النشاط ايه لازم يبدا علشان النشاط بي، عشان النشاط بي يمكن يبدا. او ممكن يكون ما بين البدايات بتاعتهم لاج برضه، مفيش مشكله. العلاقه دي غريبه شويه، اسمها ستارت تو فينش، يعني ده لازم يبدا علشان ده ينتهي. والعلاقه دي قليل حدوثها في المشاريع عموما، وخاصه في الكونستراكشن بروجكت. طيب الكلام ده انا بشرحه سريعا، لكن هنشوفه تاني في المايكروسوفت بروجكت. عندنا حاجه اسمها اللاج والليد، وذا ديفرنس بتوين ليد اند لاج. الليد هو عباره عن ادفانسد تايم وير ذا سكسيسور اكتيفيتي كان بي ادفانسد سام تايم with respect the finish date of the predecessor activity. يعني ايه معناه الكلام ده؟ يعني النشاط B ممكن يتقدم شوية في البداية بتاعته بدون أن يؤثر على النهاية بتاعة النشاط A. يعني إيه يخلص في ميعاده عادي جدا، لكن B مش هيبدأ بعد منه، لا ده B ممكن يبدأ ويشتغل ويكون الـ A شغال. فالجزء اللي هتقدمه الـ B ده بنسميه ليد. ليد، وعلى فكره الليد بيخصم من وقت المشروع، اوفرلابنج. في كمان اللاج. اللاج اللي هو ويتنج تايم ان بتوين اي اند بي، يعني ده وقت ما بين النشاط اي والنشاط بي. طيب اذا ده الليد واللاج. الاوتبوت طبعا بيكون اللي هي الاكتيفيتي نتورك زي ما حضراتكم شايفين، بالاسهم بالاشكال دي اللي هي من خلالها بنقدر نعمل اناليسيز
فيما بعد ونبدأ نعمل اللي هو الـ Develop Schedule. طيب خلينا نتكلم على Resources لكن في فيديو تاني، فخلينا نستكفي دلوقتي بس بـ Assign أو Define Activities على السوفتوير ونحدد العلاقات ما بينهم. تمام، تعال نروح على السوفتوير بتاعنا. ده المشروع اللي انا كنت شغال عليه تمام في الفيديو السابق، وعشان نتأكد ان هو مكتوب فوق هنا B10 project. اوكي، مهم جدا تعمل تشيك على النقطة دي لان ممكن تكون فاتح مشروع تاني. هنفتح المشروع من فين؟ من فايل، هتلاقي المشاريع كلها متسجلة تحت، تختار منها المشروع بتاعك. طيب انا هنا هعمل ايه؟ هعمل define activities، المفروض اكون عاملها في شيت او اكون عاملها في تمبلت زي اللي انا وريته لحضراتكم. هروح مثلا على السويتش بايب، على السويتش بايب هنا، واقول له insert task، insert task، او هنا هقول له new task، لكن هو جاب لي new task فوق السويتش، لا هقول له تحت السويتش كده، وهقول له هنا ان السويتش بايبس مثلا تشمل drilling، تشمل drilling. اوكي، وكمان بالاضافة لdrilling ممكن نضيف drilling يعني حفر، وبعد كده لا خلي دي كده بعد الحفر، وبعد الحفر ممكن نقول له pipe installation. تمام، وبعد البايب انستليشن ممكن تضيف كمان، يعني انا مش عايز اشغلكم بالامور الفنية، ممكن نضيف انكيسمنت اللي هو زي التغليف، او مثلا باكفل. تمام، ثم بعد الباكفيل هقول له a new task، ايضا a new task لكن هحرك شوية، خليه بعد الانكاسمنت، وهقول له pipe test او testing. اوكي، اذا دي الاكتيفيتيز بتاعتي اللي هي under sewage pipe، لكن هنا ما دخلهاش تحت السويتش بايب، ده اعتبرها زيها زي السويتش بايب. طيب هنعمل ايه في الحالة دي؟ زي ما شرحنا المرة اللي فاتت احنا هنعلم عليهم كده اهو، ونقول له ان دول كلهم indent ولا outdent؟ لا indent، كلهم indent. تمام، لما انا قلت له كلهم indent ايه اللي حصل؟ حتى لو لاحظت لان هو يعني حركهم شوية شكليا يعني بحيث يبقوا تحت السويتش بايب. تمام، في نفس الوقت هتلاقي ال WPS ID بتاعتهم او ال ID بقى ايه، يعني احنا عندنا هنا السويتش 1.1.1، هنا هتلاقيها 1.1.1.1، ده الدريلينج، هنا 1.1.1.2 وهكذا. فاذا هنا ايه، خلى الاكتيفيتيز دول اندر سويتش بايبس ورك. اوكي، ده مثال بسيط جدا، تبدأ تضيف طبعا الاكتيفيتيز زي ما انت عايز. طيب خلينا في المثال بتاعنا ده، يعني ممكن نكتفي بدول دلوقتي. الدريلينج عشان هو نفس يعني احنا لو كملنا هتلاقي نفس الكونسبت بالظبط، يعني الدريلينج احنا لو عايزين نحدد الديوريشن بتاعه، فطبعا تحديد الديوريشن للانشطة بيعتمد على كمية الاعمال اللي مطلوبة في النشاط، وفي طرق كتيرة جدا لتحديد الديوريشن بتاع الأنشطة، منها مثلا experience بتاعتك، منها مثلا حاجة زي الانالوكس، يعني انك انت تشوف مشروع مماثل لمشروعك وتاخد منه نفس الداتا، منها كمان حاجة اسمها 3 point estimation او بنقول عليها البيرت. البيرت تحسبه من فين؟ من هنا، يعني انت لو رحت هتلاقي حاجة اسمها calculate PERT، calculate PERT او PERT analysis uses
the information contained in optimistic, duration expected and pessimistic. تمام؟ يعني هو بيشرح لك، هقول لك do you continue، هقول له مثلا continue، ويبدأ ان هو ايه نشتغل بالبيرت ونعمل insert لمين. خلي بالك البيرت هنا طبعا البيرت هنا عندنا pessimistic هو موجود، وعندنا expected، وعندنا اللي هو الاوبتيمستيك اللي هو الاو والام والبي، لكن مش هنخش فيها دلوقتي. خلينا بس ايه ان احنا نعينهم كده مانيوال. يعني هنقول ده مثلا لدريننج، وليكن هياخد مثلا يعني قول 20 يوم. 20 يوم. طيب العشرين يوم دي هتبدأ من يوم كام؟ هو هنا قايل من يوم 1/1/2019. تمام؟ هيخلص يوم 27/1/2019. ده الدريلينج. اوكي مفيش مشكلة. تمام؟ نوسع دول كده شوية عشان الدنيا توضح معانا. طيب هنا البايبس انستليشن، تركيب المواسير. تركيب المواسير ممكن ياخد معايا يا فندم قول 10 ايام. خلي بالك انا بدي ارقام كده سريعا يعني. طيب العشر ايام دول هيبدأ امتى؟ مش معقول هيبدأ مع الحفر؟ لا، يبقى احنا هنقول له لا، ده مش هيبدأ مع الحفر، ده هيبدأ مثلا بعد الحفر بعشر ايام. بعد الحفر بعشر ايام اهو، لو لاحظت تلاقي في الجانت تشارت حركه على طول، حركه مباشرة. تمام؟ طيب هنا click to set how to start date is rescheduled، يعني بيدينا نوتس كده سريعة. طيب ايه كمان؟ في حاجة كمان هنا للدريلينج، انا لو دوست عليه دبل كليك، يعني خلينا ناخد نشاط نشاط معلش. هنا للدريلينج علاقته ايه باللي قبليه؟ او هل الدريلينج بتاع السويج ده اول نشاط، يعني مفيش انشاط قبل منه؟ لو انا دبل كليك على النشاط ده هيفتح لي حاجة اسمها تاسك انفورميشن، اقدر من خلالها احدد الريليشن شيب بالمره كمان. يعني هنا البريديسيسور بتاعه مين؟ البريديسيسور يعني ما عندناش بريديسيسور ليه. هنا بايب انستليشن انكيسمنت بايب تيستينج كونكريت وورك ويست تشامبرز، يعني ما فيش، هيعتبر هو البيجيننج، هو البيجيننج. هنا ادفانسد لو احنا عايزين نضيف اي معلومات. هنا فيكسد يونت الكالندر، لا هنقول له لو سمحت اشتغل على الكالندر بتاعت بي 10، خلي بالك من الحته دي. سكيدجول اجنورس ريسورسز كالندر افورت دريفن. اوكي بيرسنت، لا مش هنقول له مارك از مايلستون، نقطه الكالندر دي مهمه. سون بوسيبل. طيب تريلينج هنا 20 يوم. ديدلاين ممكن نحدد له ديدلاين لو انت حابب، يعني تقول له الديدلاين بتاعه مثلا ما يعديش يوم 2، ده الديدلاين. اوكي هنا النوتس، هنا نوتس يعني ايه؟ هنا تقدر تكتب اللي انت عايزه. مثلا نقدر نكتب نوتس نقول ان النشاط ده، النشاط هذا لو كانت التربة صخرية مثلا هيستهلك وقت اكتر مثلا، يعني تمام. ده بديك مثال انك انت ازاي تستخدم النوتس. طيب هنا الكاستم فيلدز مش بتاعتنا دلوقتي. ريسورسز، لو عايز تعين الريسورسز، لكن هنتكلم في نقطة الريسورسز دي بعدين. طيب هنا النشاط هذا، ده النوتس بدأت تظهر معانا اهو، خلي بالك اللي احنا لسه كاتبينها. يبقى اذا الدريلينج ده يعتبر فيرست اكتيفيتي، ده الفيرست اكتيفيتي. تمام هنا يبقى احنا عندنا التاسك نيم، عندنا الديوريشن، عندنا الستارت ديت، وعندنا الفينش ديت. البريديسيسور لسه مظهرش معانا. طيب هنا البايبس انستليشن، البايبس انستليشن دبل كليك نبدأ نفتح البايب انستليشن. البريديسيسور هنا
البريديسيسور، لو احنا عايزين نعين بريديسيسور للبايب استليشن هيبقى ايه؟ للدريلينج، هيبقى للدريلينج. طيب هل هيبدأ مع الدريلينج على طول؟ لا، ده هو بيبدأ طبعا بعد ما ينتهي للدريلينج. طيب بعديه بقد ايه؟ شوف العلاقة هنا عبارة عن ايه. العلاقة هنا finish to start. لو عايز نغير انا العلاقة، عند الاربع علاقات موجودين هم قدامي، اقدر اغيرهم زي ما انا عايز. طيب هنا اللاج، لو انت عايز تضيف مثلا لاج اهو، او عايز تضيف ليد. الليد على فكرة هو الماينس لاج. تاني يعني انت مفيش ليد هنا، لكن لو انت حددت له ان هو ماينس يوم دي معناها ليد. طيب هنا لو عايزين نضيف لاج يبقى هنقول له ان اللاج هنا مثلا بيومين، تمام، وهقول له اوكي. طيب لو جينا احنا بصينا على الجانت تشارت اهو، حدد العلاقة زي ما حضراتكم شايفين، قال لي دي فينش تو ستارت، وحددها بهذا الشكل. طيب وهنا برضو كتب العلاقة اهو، كتبها فور دايز، ك فور دايز ده فينش تو ستارت، لا فينش تو ستارت بلس تو دايز، فينش تو ستارت بلس تو دايز، على اساس ان هو بيشير ان العلاقة دي هي علاقة finish to start لكن فيها lag بمقدار يومين. طيب تعال نشوف الانكيسمنت، تعال نشوف الانكيسمنت. هنقول له الانكيسمنت مثلا يعني 7 ايام مثلا، يعني 7 ايام. طيب الانكيسمنت ده هيبدأ يوم كام؟ الانكيسمنت المفروض هيبدأ، المفروض هيبدأ بعد تركيب المواسير، او ممكن يبقى في اوفرلابنج مع تركيب المواسير، مفيش مشكله. هنا تركيب المواسير احنا قايلين ان هو يبدا يوم 30/1، 30/1. طيب يبقى ده هيبقى يوم كام يا فندم؟ الانكيسمنت قول 5 فبريوري، 5 فبريوري، تمام. طيب 5 فبريوري خلاص، قال لك يوم 13 ان هو بيحسبها اوتوماتيك على طول طالما انت حددت ديوريشن. لاحظ حاجه، ان الوقت الاجمالي للمشروع عمال هو يعد له، يعني يعد لك الوقت الاجمالي للمشروع اهو، وصل 33 يوم. طيب حلو قوي، الانكيسمنت، الانكيسمنت تمام. هنا البريديسيسور، البريديسيسور بتاع الانكيسمنت هيبقى مين؟ البايب انستليشن. طب والعلاقه؟ هو على فكره الديفولت بتاع البرنامج فينش تو ستارت، يعني انت لو ما عملتلوش حاجه هو هيحط لك فينش تو ستارت، اوكي. فهنا اعتبرها فينش تو ستارت، مفيش مشاكل. لكن انا برضو عايز اعمل تشيك على حاجه اللي هي الكالندر. خلي بالك من نقطه الكالندر، خلي بالك من نقطه الكالندر دي. وعلى فكره في البايبس انستليشن نعمل تشيك بس على الكالندر، فعلا هو ما كانش محددها اهو، تمام، لانك انت ممكن يكون عندك مور ذان وان كالندر. يبقى احنا كده ربطنا العلاقات لحد الانكيسمنت. البايب تيستينج هقول له الدوريشن مثلا، هنا البايب تيستينج اديله مثلا 15 يوم، والكالندر هنقول له بي 10، اوكي. للبريديسيسور، البريديسيسور بتاعه هيبقى مين؟ احنا كده في البايب تيستينج، لا هيبقى الانكيسمنت، كان المفروض ان احنا نظبط الانكيسمنت الاول يعني، اوكي. فنرجع بس للانكيسمنت، لان تقريبا احنا عملنا الانكيسمنت ولا حددناه؟ حددنا الانكيسمنت، اوكي. طيب يبقى احنا كده حددنا العلاقات ما بين الأنشطة دي، أو اللي احنا مجموعة الأنشطة اللي احنا حددناهم في ال في السويتش، تمام. هنا اوكي، يعني ما عدا دريلينج هو وضح هنا العلاقة، بيديهم ترقيم معين. خلينا طيب نشوف النتورك كده،
نشوف شكل النتورك. دي النتورك بتاعتنا. تمام، دي النتورك اهي. ان احنا عندنا دريلينج وعندنا بايب انستاليشن انكيسمنت ثم بايب تيستينج. ده النتورك. طبعا احنا لو كملنا وربطنا العلاقات هيبقى النتورك بشكل اكتر. تمام، هيبقى النتورك بالنسبه لنا يعني بشكل مفصل عن القدامنين. تمام، لكن ده اللي هو الاكتيفيتي نتورك اللي احنا حبينا ان احنا نوصل لها في هذا الفيديو. نرجع تاني من قائمة فيو ونقول له بدل ما نتورك ممكن نقول له على فكرة ورينا الجانت تشارت. هرجعنا للجانت تشارت زي ما حضراتكم شايفين. يبقى اذا ده مثال بسيط ومختصر جدا ازاي انك انت تعمل انسرت لنيو تاسكس او للانسرت للاكتيفيتيز في برنامج المايكروسوفت بروجكت. تقدر انك انت تكمل عادي جدا بنفس الشكل ده، تكمل المشروع بالكامل. احنا مش هنكمله لان احنا بندي افكار بسيطة تقدر انك انت تشتغل عليها وتقدر انك انت تستفيد منها. تحياتي ليكم، ان شاء الله بإذن الله نشوفكم في الفيديو القادم نكمل كلامنا على الريسورسز وكلامنا على التاسكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.